الولايات المتحدة على أعتاب أزمة سياسية غير مسبوقة هذا ما يتوقعه الكثير من المراقبين إذا استمر الرئيس دونالد ترامب في التمسك بإصراره على الفوز بالانتخابات التي حسمت لصالح غريمه جو بايدن ترامب يواصل التشكيك في نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية دون أن يقدم أدلة واضحة حول ما يصفه بالتجاوزات التي وقعت في الانتخابات وفي عملية فرز الأصوات ويعول ترامب على معركه قضائيه يامل في ان تقلب خسارته الى فوز يثبته في ولايه رئاسيه ثانيه ويامل في ان تصل هذه المعركه الى المحكمه العليا مرتكزا على الاغلبيه التي اصبح يمثلها المحافظون فيها بعد اصراره على تعيين ايمي باريت قبل الانتخابات لكن الكثير من المراقبين يرون ان اللجوء الى القضاء لن يغير على الارجح كثيرا في نتائج الانتخابات بناء على تجارب سابقه كما ان عددا من المقربين من ترامب نصحوه بالاقرار بالهزيمه والاستعداد لتسليم السلطه في حين ما زال بعض السياسيين البارزين في الحزب الجمهوري يدعمونه في مسعاه القضائي إلا أن ضبابية المشهد في البيت الأبيض ما زالت قائمة خاصة في ظل تصريحات وزير الخارجية مايك بومبيو التي أكد فيها أن الانتقال سيتم بنجاح بغض النظر عن الفائز ليطمئن العالم ويكون على أتم الثقة في أن عملية انتقال السلطة الضرورية لاستمرار عمل وزارة الخارجية اليوم وبنجاح وكذلك عملية استلام الرئيس القادم لمهام منصبه في العشرين من يناير ستتم بنجاح وضع قد يربك عمليه الانتقال السياسي في الولايات المتحده بشكل غير مسبوق، كما انه قد يؤدي الى احداث ازمه سياسيه في البلاد في ظروف استثنائيه يميزها الانتشار الواسع لفيروس كورونا، اضافه الى الازمه الاقتصاديه الناجمه عن الفيروس، وبالنسبه للرئيس المنتخب جو بايدن فان ترامب سيضع نفسه في حرج ويؤثر سلبا على ارثه السياسي اذا لم يعترف بالهزيمه. ولا يرى بايدن مانعا من الاستمرار في التحضير لتولي منصب الرئيس مهما كانت العراقيل التي تواجهه من اداره الرئيس ترامب. نستطيع المضي قدما في عمليه الانتقال بدون تمويل فدرالي ونحن في وضع يجعلنا واثقين من انه لا شيء يمكن ان يعرقل جهودنا. بالطبع الاطلاع على المعلومات السريه مفيد، لكنني على كل حال لست في وضع بعد يسمح لي باتخاذ اي قرارات، فليس هناك سوى رئيس واحد حتى الـ 20 من يناير. ويعتقد بايدن ان اصرار ترامب على عدم الاقرار بالهزيمه لا يؤثر على فوزه في الانتخابات، بل انه بدا فعلا في تحضير فريقه الرئاسي خاصه الفريق المكلف بالتصدي لفيروس كورونا. ومهما كانت استعدادات بايدن فان اصرار ترامب علي عدم الاقرار بالهزيمه وتسليم السلطه قد يشكل حدثا سياسيا لم يسبق ان عاشته الولايات المتحده ما قد يتسبب في ازمه سياسيه في البلاد